قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. سلام المحبة يجمعنا اليوم في حضرة جمعية المهارب بسلام، وهي ترفع شعار انتصار بزمن القول الشالي في أجواء الوباءات، وهو انتصار تؤكده هذه اللمة الثقافية الأدبية التي جمعت ضمجة وتكوين والعرائش في سلام. هذه اللمة التي تنظمها جمعية المعارف برئاسة الكاتبة الأستاذة فاطمة العبدي، احتفاء بنورة لكسوس الشاعرة ملكة جبالي في توقيع لديوانها صلي للصمت. وقبل أن ننطلق في البرنامج الاحتفائي، أعطي الكلمة للجمعية في شخص رئيستها الأستاذة والكاتبة فاطمة العبدي. السلام عليكم. على ضفاف الرقراق تلتقي أقطاب شمال المغرب بمدينة سلام لتتناقح الثقافة وتروي عطش الحروف انتصارا لزمن الوباء بعد غياب قصر باعد دون تصافح الأصوات عشاق الكلمة والأشعار. وتعود سلا على مسرح اللقاء لتكون صلة وصل بين تطوان وطنجة إلى جهة العرائش مع نورسة اللوكسوس في ديوانها صليل الصمت، ومع الدكتور نجيب جبالي في قراءة لهذا الديوان لشاعرتنا ملكة جبالي. وسنستمتع مع وصلات موسيقية مع الفنان مولاي أحمد إدريس الطباري. في التنشيط وتسيير هذا الاحتفاء، ابنة الحمامة البيضاء مراسلة وإعلامية لمجلة ماكلور الدولية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مديرة مركز للا مريم للتكوين بالتدرج المهني، كاتبة وشاعرة يقال عنها بالمتعددة المواهب، تجدها في الإعلام والسينما والأدب، فاعلة جمعوية، كاتبة عامة لرابطة أديبات وأدباء شمال المغرب، مستشارة بجمعية حمرة للسينما، نائبة الكاتبة العامة للجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بتطوان، مديرة مهرجان سينمائي لسينما الحب والسلام، مديرة المهرجان بشاطئ اصطحاك للفن والثقافة والرياضة. لها عدة مشاركات ومهرجانات سينمائية في لجان التحكيم ومؤطرة لورشات سينمائية وغيرها. إنها الأستاذة زكية بوقديد. مرحبا بك.